ودلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا ليندا عبد اللطيف عشان نتعرف من خلالها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير مصطفى. صباح الخير جمانه. اكيد الدنيا هيبقى فيها انفراج شويه في الطقس، في تحسن شويه في الاحوال الجويه مصطفى. لسه في انخفاض في درجات الحراره. صح. امبارح القاهره سجلت 28، النهارده بتسجل 27. جو الصبح معتدل الحمد لله، بالليل مائل البروده شويه وبعد كده هيرجع حر تاني. ابتداء من يوم الاثنين هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره بقيم بتتراوح من درجتين لاربع درجات. خلينا نشوف. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.30، اما الشراء فسجل 18.22. اليورو البيع سجل 19.27، اما الشراء فسجل 19.18. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.75، اما الشراء فسجل 22.63. الفرنك السويسري البيع سجل 18.76، اما الشراء سجل 18.67. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.71، اما الشراء فسجل 2.69. الريال السعودي البيع سجل 4.88، اما الشراء فسجل 4.85. الدينار الكويتي البيع سجل 59.82، اما الشراء فسجل 59.38. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 4.98، اما الشراء فسجل 4.96. وبالنسبه لمتوسط اسعار الذهب، فعيار 18 سجل 874 جنيه للجرام، اما عيار 21 فسجل 1020 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1166 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سجل 8160 جنيه. النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره بقيم بتتراوح من درجه لدرجتين عن امبارح، والجو هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وهيكون في نشاط للرياح على اغلب الانحاء. كمان هيكون في امطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه. درجه الحراره في القاهره النهارده 27، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 35، واقل درجه حراره هتكون في مرسى مطروح 24. هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشره الجويه ولكن بعد شويه.